ثم يكون إلى الجنة، الجنة التي هي دار السعادة يا إخوان. آخر الناس دخولا للجنة وأقل الناس نعيما في الجنة. تدرون ما نعيمه؟ نعيمه أن يعطيه الله، أن يعطيه الله الجنة منذ أن يعطيه الله مثل الدنيا منذ أن خلقها إلى أن أفناها. تصوروا نعيم الدنيا، النعيم الذي جعله الله في الدنيا منذ أن خلقها إلى أن أفناها، وعشرة أضعافه. هذا أعلى الناس نعيما في الجنة؟ لا والله، هذا أقلهم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة بأمر عجيب، وذلك أن الله يعطيه نوره في إبهام قدمه يوم القيامة، فيطفئ حينا ويضيء حينا، فيأتي الصراط يحبو، تعلق يد وتخر يد، تعلق يد وتخر يد، تعلق رجل وتخر رجل، حتى ينجو. فإذا نجا نظر إلى النار وما فيها، فقال الحمد لله، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين حيث نجاني من هذا. فيؤخذ إلى غدير فيغسل فيه، فيعود له ريح أهل الجنة ولون أهل الجنة، فينظر إلى الجنة من خلل الباب، من خلل باب الجنة، فيرى الجنة فيقول ربي أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل: أتسأل الجنة وقد أنجيتك من النار؟ الله يقول له: أنت الآن تقول لقد أعطيت شيئا لم يعطه أحد، لأن الله نجاني من النار، الآن تسأل الجنة؟ قال: رب اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها، يعني بيني وبين النار التي خلفي اجعل بيني وبينها حجاب. فيقال: أدخل الجنة. فيدخل الجنة فيعترضه دار، فإذا رآه خر ساجدا، فيقال: ماذا؟ فيقول: قد رأيت ربي. فيقال: هذا بيت من بيوتك في الجنة. فينطلق فيرى رجلا فيتهيأ لتعظيمه، فيقال: ماذا؟ فيقول: إنك ملك من ملائكة ربي. فيقول: أنا عبد من عبيدك. ثم يعطيها الله عز وجل الدنيا مثل الدنيا منذ أن خلقها إلى أن أفناها، وعشرة أضعافها.